السلام عليكم. يعني ساكنة في العوامرة، سميتي خديجة هاشم وولدي اسمه سعيد. درك وليدي كان بارك حتى مرض ليا، ما عرفتها من ربي وإلا من عبدو. والله جازيكم لكن شباش تعينوني عاونوني في حق الله. الله يرحم ليكم الوالدين، وقفوا معايا الله يوقف علامكم. كان الحالة ديالو مزيانة، ما كان مريض، ما كان هالناس عارفه. أوليدي عتتهز ليا ولا عيهرس ليا الماعن ويغوت وداوي عداوي عداوي وكيمشي له. عاد واحد المرأة يقول لها اللي دايره لقاها الحنش، هانتي وكلتيني الحنش، ها انتوما امشي دي لها الناس ويمشي. كان مشى يصولع الضو، كان خدام تريسيان يعني. ملي مشى عند هذيك السيده قالت لي جي صاوب ليا، ما عاد الدمعه الدمعه دراري. قالت لي قالت ليها سعيد ما عاد حطاتو 12000 ولا ما كديت نكذب، انا ما كنعرفش نحسب ما درت. جاتني تم بركت قالت لي يا ولدك ما بغاش يخدم ليا، هو هاك سعيد غيمر رمضان قد قد بدا يمرض. جاكت لي ها انت وليدي تعال تعال سير كمل لها الخدمه وجي في حالاتك. ولا يقول لي مالك دخلتيها، اللي دارت لي الديار اللي تي بنت الحرام تي داك تي داك تي داك، يصير عليا بشي لسان ما عرفت هاد الشيء منين جاني. ويجمع لها الناس ويمشي لها يشقر عليها بالحجر. عقب يجيبني ويطردني، يجيبني حتى يقشفني حتى يديرني انا باركه تم باركه معاه، ويجيب لي البوطه ويشعلها عليا. بقيت حرقني ديك البوطه الكبيره وطال قال لسان وانا ندير هك وانا ندير هك. الله يهديك وليدي، شويه يقشفني شويه يضربني تي اللي جيتيهم لي تداروا لي الديار. ولات حياتنا ما تليناش عايشين كيما موالفين. وليت انا نجري يجري عليا تيجيبني ويدخلني. ومشيت بحنا حتى لهين الى صورتنا يدخل من شرجم في دار خطو يتبعنا ويضرب خطو قبل الحنك. بعد قالت لي سير في حالك من داري، هرس لينا بغى يهرس الباب ضرب الحيط حتى تنوض ونشوفك. ونعيا وليدي هدا 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 ومالو ولا دويت معاه في حال نقص ليه الملح في عيني في السبيطار. مشيت عند المديرة صوبت لي الورقة ومعايا العادو ديالنا، قلت ليها دخلت الورقة للقيد سنا فيها وعطاوها لي. قالت لي سيري، قالت المدير نخرج خرج ليها نجيب لكم لابينانس. قلت لها بنتي خرجي لينا معاك جدارمي ولا بوليسي ولا داك. قال لها المدير ديالنا اللي اللي مرشح لينا قال لا لا جا وداه هو اللي خلص. دقوز لي حد الطبيب تاع الفلوس، هو اللي خلص الفلوس وانا شريت الدواء داه في طوموبيلته. بعد جا ما تلاش بغى يشربوا الدواء، ما تلاش بغى يشربوا. جات واحد المراه شرباته ليه والغد ولا يهرس ويقيس فيه. نمشيو ليها تدرق علينا وما النوب الاولى ما بغاوش يدخلوا حتى شافوا ضرب خطو عاد دخلوا عاد ولاو مشاو شكاو معايا في الجامعه. عاد جت ليه لابيلانس وجت ليه هذيك لابيلانس وجت ليه اصحاب المخزن جدار مجاو البوليس. وكان طالبه وليدي بقى وليدي على خير وبخير، بغيت لي على صحيحته وبغيت يرجع لي عقله وبغيت عمني عاوني عليه وباش يبقى في السبيطار، يبقى في السبيطار تيصح لا يخرج ويدير اللي بغيتو تيصح. انا عندي هو وخطو صافي، نبغي نقول لهم عاونوني الله يرزقكم العوين ووقفوا معايا الله يوقف علامكم.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.